تستمر القوى الثورية في تخليد ذكرى شهداء ثورة 14 من فبراير، سيما الذين قتلوا على يد قوات النظام المدعومة بعناصر من الجيش في فبراير عام 2011. ولم تغب صور الشهداء عن أذهان المتظاهرين وذاكرتهم، ولا عن تظاهراتهم اليومية التي تخرج في مختلف المناطق البحرانية للمطالبة بالقصاص من القتلة. وكان لصور الشهيد عبد الرضا أبو حميد حضورا لافتا في التظاهرات في ذكرى استشهاده. المتظاهرون رددوا شعارات طالبت بإسقاط النظام والقصاص من قتلة الشهداء. كما رددت الجماهير الشعار الذي رفع إبان فبراير عام 2011: الجيش يقتل الشعب، في إشارة لقيام الجيش بإطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين العزل. تجدر الإشارة إلى أن القائد الأعلى للجيش هو الحاكم حمد عيسى الخليفة، وأن نائبه هو ولي العهد سلمان حمد الخليفة.